مساء الخير عليكم مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان وفي كل بيت. في أولى حلقات برنامج حكاية في كل بيت. يعني إيه حكاية في كل بيت؟ في كل بيت في حكاية، بنتكلم في تفاصيل كتير جدا، بتقابلنا مواقف كتير جدا، ومن أهم المواقف دي يعني هاخد شوية في موضوع الرجالة. بس قبل ما أتكلم في موضوع الرجالة، خلينا نستنى الحلقة بتاعتنا كل أسبوع الساعة 3:30 يوم الثلاث. نخش في موضوعنا. موضوعنا بقى في أنواع كتير من الرجالة: الراجل المتسلط، الراجل العصبي، الراجل الغيور، في أنواع كتير. بس أنا نفسي مش هبقى محايدة معاكم النهاردة لأن أنا عايز أتكلم في الموضوع ده. خلينا نبدأ في الراجل الغيور. يعني إيه الراجل الغيور؟ هل الراجل ده يعني بيخنقنا في كل تصرفاتنا؟ هنتكلم في كل العلاقات، مش شرط راجل ليه علاقة بواحدة مرتبط بيها، هنتكلم في علاقته مع أمه، في علاقته مع أخته، في علاقته عموما. هو شخص غيور. شخص غيور ده بيخنق عليا في كل حاجة. مش بعرف أتحرك، مش بعرف أخد راحتي، مش بعرف أشتغل. طب هو الغيرة دي جات له منين؟ إيه اللي خلاه كده؟ هل نقص فيه؟ ولا هو متربي على كده؟ أو شاف والده كده؟ أو شاف والدته كده بتغير على بابا بزيادة؟ طب نعالجه إزاي؟ للأسف يا جماعة الشخص الغيور ما بيتعالجش نهائي. ممكن انت تعالجيه بالسياسة، تفهمي دماغه، تفهمي طريقته. حاضر، عارفين يا جماعة كلمة حاضر بتريح في كل حاجة. يعني انت تقولي له اللي تشوفه، زي ما بيقولوا كده اهو، يعني خليه ختم في صباعك. بس الحقيقة لا، احنا في مجتمعنا الشرقي الراجل راجل والست ست. يعني ايه؟ يعني الست بدورها انها تحتويه، انها تفهمه، انها تقول له حاضر، انها تاخد رأيه في أدق التفاصيل مهما كانت تافهة بالنسبة لك، مش بتبقى تافهة بالنسبة له. مهم جدا إنه يعرفها، لأنه بيكون في ناس رجالة يعني بيكون عندها ده نقص شوية، إنها لازم تقولي له كل تحركاتك عشان يبقى واخد باله إن أنت تحت سيطرته. ده بالنسبة للراجل اللي غيره. نخش في الراجل اللي نقول عليه البسيط. الراجل البسيط دوت سهل التعامل معاه جدا، بس قلبته وحشة. يعني مش بيفرق معاه المكان اللي انتوا تخرجوا فيه، المكان اللي انتوا تروحوا فيه، تاكلوا فين، تتعشوا فين، لو والدته او اهله عايزين يخرجوا مش بيفرق معاه. بس على قد ما بيفرق معاه ان احنا نجتمع، ان احنا نتكلم، ان احنا نقول كلمه حلوه، ضحكه حلوه، خروجه نتجمع فيها حلوه. ده بالنسبه للراجل البسيط. بس هو لو قلب او حس ان انت بتكدبي عليه، اي فرد من افراد الاسره، دي بتبقى قلبته وحشه للاسف وزعله وحش جدا. ده بالنسبه للراجل البسيط. بالنسبه للراجل المتحكم بزياده او اللي شايف نفسه مغرور، يعني ايه الراجل المغرور ده؟ للاسف بتكون عنده الانا. يعني ايه الانا؟ لا انت تقولي لي، انت تكلميني، انت مالكيش راي، انت مالكيش شخصيه. انا عندي مشكله يا جماعه في حاجه قبل ما اتكلم في الموضوع ده. هي الرجوله يعني ايه؟ الرجوله ان انت تلبس وتتشيك ويبقى معاك فلوس وتقعد في مكان. طب الرجولة ان انت تعلي صوتك عليا؟ الرجولة دقن طيب؟ ولا هي رجولة ايه؟ الرجولة مواقف، الرجولة سند، الرجولة احتواء. في حاجات كتير قوي الرجولة يمكن لسه الرجالة او الشباب ما وصلتش لمعانيها، لان احنا في زمن صعب جدا، كل واحد ماشي بدماغه، كل واحد واخده الطيار. في موقف صادفني راجل من كتر غروره يعني ما حسش بالبني ادم اللي معاه وسابها. في شاعر طلع يعني حاجه كده اهو بيقول ايه، وبحب اسمع له جدا، الشاعر عمر العوضه، هو متحفز ديني، بيقول: من قال لا يبكي الرجال؟ الله يعلم يا وفية كم ضاقت الدنيا عليا لما اضعتك من يدي. اخطات باسم الكبرياء فجرحت سيده الوفاء، يا ويلنا نحن الرجال، من نحن من غير النساء. عودي اعذريني، سامحيني، سيدوب قلبي من حنيني. من قال لا يبكي الرجال؟ أبكي، نعم أبكي لمن أبكيتها مر البكاء. أبكي إذا نفع البكاء، إني أمام الناس أعلنها. جنيت لا أستحي لو بين قدميك ارتميت، يا ويلنا نحن الرجال، من نحن لولا المخلصات. ورجعنا لكم بعد الفاصل. خلينا بس نعيد تاني حلقتنا كل يوم ثلاث ساعة 3:30. عايز أتكلم في حاجة مهمة جدا. زي إيه؟ من أنواع الرجالة
الراجل بيكون عنده كرامه بزياده. يعني ايه كرامه بزياده؟ يعني مش بيسمح لك حتى صوتك يعلى سنتي، حتى لو اتعصبتي، حتى لو قلتي رايك، حتى لو كنت حره شويه في رايك، لا انا رايي المهم، انا عندي كرامه، انت بتمحي شخصيتي، انت وانت وانت وانت. يعني ايه؟ هو انت لو ما كنتش راجل وتحتويني وتفهمني، ده مش معناه ان انا بقول لك يعني زي الشباب الايام دي لو انت مهتم كنت عرفت لوحدك، لا طبعا، بس افهمني، قدرني، قدر ان انا بشتغل، قدر ان انا تعبانه، قدر ان انا مضغوطه من شغلي، من دراستي، من اهلي، من حاجات كتير قوي. ليه دايما مش الفكره دي مش بتوصل لك؟ ليه مش بيوصل لك ان انا عندي حاجات كتير؟ انت بتطلب الاهتمام، بتطلب ان انا اهتم بيك، افهمك، اقدرك في شغلك، فحتى في مودك، في اهلك. ليه انت مش بتقدرني؟ ليه مش بتشوفني انا فين، عملت ايه، كلمت مين؟ مفيش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الرجاله بطبعها يعني مهمله في علاقاتها، حتى في حياتها الشخصيه، بتكون عايزه الست اللي تهتم بيها في كل حاجه. طب هل يا جماعه انتوا ما تعرفوش ان الراجل كلمه وموقف؟ بس قبل ما نخش في الكلمه والموقف خلينا نشوف اتصال. مساء الخير. الو، مساء الخير. ألف ألف مبروك يا منى. الو، ألو. ايوه، السلام عليكم. ألو. الو، عليكم السلام، ازيك يا منى؟ ازيك، عامله ايه؟ مين معايا؟ ألف ألف مبروك على البرنامج. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكي يا ماما. ان شاء الله من تقدم لتقدم يا رب دايما. طيب يا ان ماما شاء وطي الله. التلفزيون شوية عشان اقدر اسمعك. والف مبروك حبيبتي، وان شاء الله كده اشوفك حاجة كبيرة اكبر واكبر دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك لي، تسلمي لي. السلام عليكم. انا والدتي اللي كانت بتتصل هي خجولة شوية، مش بتعرف تتكلم في البرامج، هي كانت عايزة تبارك لي على البرنامج الجديد. الست دي يا جماعه من اتعلمت منها حاجات كتير قوي. اتعلمت منها يعني ايه ان انا اصبر على راجل، ان انا اسمعه، ان انا افهمه، ان انا اقدره، ان انا اصبر، ان انا استحمل عشان خاطر بيتي، عشان خاطر كل حاجه. بس قبل ما اخش في مواضيع كتير جدا خلينا ناخد اتصال تاني. الو، الو، ايوه مرنا. ايوه، السلام عليكم. ازيك يا مرنا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضلي. منوره الدنيا يا ميرنا والله، ربنا يسعد قلبك يا رب. ربنا يخليكي، تسلمي لي، تسلمي لي. معاكي طنط ايات يا ميرنا، مامي ولاء، فاكراني؟ اه، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا يا ميرنا، الف مبروك يا حبيبتي على البرنامج. ربنا يخليك، ربنا يخليك، تسلمي لي، تسلمي لي. ربنا يسعد قلبك يا رب، ويشوفك متعلقه دايما كده يا ميرنا. الله يخليكي. ايه رايك في موضوع الحلقه بتاع النهارده؟ اه والله موضوع جميل جدا بصراحه يا ميرنا، بس بقى ايه يعني، خليكي كده في اعتدال، يعني تقفي مع الجانبين. هو احنا اعتدال في كل حاجه، بس احنا في مميزات وفي عيوب بنقولها، لسه بنقول كل حاجه كده بقى ان شاء الله. عايزين المميزات وعايزين العيوب طبعا. عايزين بقدر الامكان البرنامج بتاعك ده يكون بيحارب التفكك الاسري ان شاء الله في المقام الاول، يا ريت. اكيد طبعا، علشان انت عارفه ان حالات الطلاق عندنا في مصر كترت كتير كتير كتير، تقلق وتزعج وتخوفنا على بناتنا واولادنا في المستقبل. ده حقيقي، ده حقيقي. اه، فيا ريت بقى تتبني انت القصه دي، وتخلي بقى يبقى في الطرفين يبقى في عقل عندهم باذن الله. يعني بلاش بقى الحاجات اللي بنسمعها في قنوات تانية. هو النقاش النقاش بيحل كل حاجه بين اي اتنين. اه، مش عايزين بقى انت لازم تبقي ست مش عارف ايه واقلع. احنا عايزين لا 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 على البيت، الاسره وعلى الاولاد. لا. ومره ثانيه الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. ماما بيكي دلوقتي، ربنا يسعد قلبك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا فندم، شكرا جدا على اتصالك. انا شكرا جدا للناس اللي بتصل تبارك لي على البرنامج. انا يا جماعه مش بنحاز لحد، او بنحاز للستات، او بنحاز للرجاله، لا، انا بقول كل حد وفي مميزات وفي عيوب. في اكيد حلقه تانية هتبقى ليها علاقه بالستات، بس انا بقول ان الرجاله بيبقى عليهم حمل كتير جدا، حمل في المسؤوليه، حمل في الاولاد، حمل في ان هو المفروض يكون ناجح، يكون اب واخ وصديق وحبيب وزوج. المفروض الناجح يكون كل ده، مش ناجح بس في شغله،
مش ناجح بس وسط اصحابه، لا انت عليك حاجات كتير جدا لازم تبقى ناجح فيها عشان تثبت ان انت راجل. هنستقبل اتصال تاني. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا استاذ مصري المحامي والدي. السلام عليكم. ازيك يا بابا؟ ازيك يا استاذ جرمي؟ ازيك عامل ايه اخبارك؟ الف مبروك على البرنامج الجديد وربنا يكرمك ان شاء الله. الله يبارك فيك. وسمعنا كل خير عنك. الله يبارك فيك. ودائما تكوني في تقدم ورقي ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا بابا، ربنا يخليك ليا. موضوع الحلقه موضوع شيق وكويس وجميل. ربنا يخليك. بس يعني ما يعني خلي بالك من الرجال عشان ما يزعلوش منك يعني. حاضر يا بابا، حاضر يا بابا. يعني برضه ايه تمام؟ ربنا يكرمك ان شاء الله ويسمعك كل خير. ربنا يخليك ليا يا بابا يا رب. مع طنط ام وريده برضه هتبارك لك وبسرعه. الله يخليك. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا. ازاي حضرتك يا طنط؟ اهلا. ده على البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ربنا يسعدك ان شاء الله والتقدم التقدم ورقي وتميز الله يبارك. تسلمي لي، تسلمي لي يا رب على ذوقك، تسلمي لي. بس برضه خليكي مع الستات حتى برضه. دي برضه شقه. هنبقى مع الستات وهنبقى مع الرجاله يعني ما تقلقيش. هنبقى ناقص محايده. شكرا، شكرا لاتصالك، شكرا. التليفون اللي جالي ده دلوقتي من والدي، اهلي كلهم مهتمين بيا فرحانين بيا النهارده، طبعا مش هلومهم على حاجه زي كده، بس والدي من نوعيه من الرجاله عندها صبر غير طبيعي على حاجات كتير، على ظروف الحياه، على اولاده، على اسفه يا ماما، على مراته، على حاجات كتير جدا. علمنا يعني ايه لما راجل يقول موقف او ياخد موقف انت تعملي معاه ايه. علمني الصبر، علمني ان انا اسمع قبل ما اتكلم، علمني دايما ان صوتي يكون واطي. عايزين ناخد اتصال تاني، شكل الموضوع كبير قوي. الو. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ميرنا؟ ايوه. ازيك عامله ايه؟ ازيك يا ميرنا؟ ربنا يوفقك. يا رب ربنا يخلي العيله كلها متصله بيا النهارده. على فكرة كلنا فرحانين ومبسوطين بيكي وبنتمنى لك التقدم دايما. ربنا يخليك. ونتمنى لك ان انت تبقي عالية فوق كل ما تتمني وكل احلامك تحققيها. ربنا يخليك يا حبيبة قلبي، تسلمي لي يا رب. مش هقول لك زي ما الكل قال لك خلي بالك من الرجالة، انت خلي بالك من الستات قوي 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 قوي. مش كلام حبيبي. حاضر حاضر حاضر. الحلقة الجاية ان شاء الله. ربنا يوفقك يا حبيبتي. ان شاء الله تسلمي. ربنا يخليك يا رب يا حبيبتي. ربنا يوفقك دايما. ربنا يخليك. ربنا يحقق لك احلامك كلها يا ميرنا. تسلمي لي يا رب، تسلمي لي، شكرا جدا على اتصالك. يا جماعه وقت الحلقه قليل جدا وانا استقبلت اتصالات من عيلتي اكتر من الناس اللي انا كنت عايزه اتصل. عايزه اقول في اخر وقت في البرنامج، الرجوله يا جماعه بتلخص بكام كلمه. الرجوله عهد وموقف وكلمه. الرجوله احترام، تفهم، امان، من غير عنف او تهديد او تعنيف او صد. الرجوله ان انت تكون راجل ليها مش عليها. الرجوله ان انت تحتويها، مش ان انت تسيبها وتقول لا انا هسال عنها بعدين. معنى كلمه راجل، الست بتكون عايزاك بكل كلمه ما تحتويه من معنى. راجل مش ولد. راجل ربنا ما يسكو عننا في حاجات كتير جدا، عشان انا مخلوقه من تحت ضلعك، انا محتاجاك اكتر ما انت محتاجني، انا محتاجه راجل. خلينا نشوفكم الحلقه الجايه في حكايه من كل بيت وحكايه جديده في بيت جديد. سلام عليكم.